مندوبا عن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، رعى وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد نادر المؤيد افتتاح فعاليات معرض ومنتدى حماية المستهلك 2019 بمشاركة ما يزيد على 250 مختصا ومهتما في مجال حماية المستهلك من القطاعين العام والخاص من داخل البحرين، ومسؤولين آخرين جاءوا من دول مجلس التعاون. حماية المستهلك، هذا المصطلح القانوني والمجتمعي في آن واحد، والذي ظهر لأول مرة في العام 73 و800 وألف، عرف على أنه ضابط أخلاقي يلزم العاملين في القطاعات التجارية كافة على احترام فئات المستهلكين المتعددة وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب، بعيدا عن أي عملية غش واستغفال قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم لأي نشاط تجاري. ومنتدى ومعرض حماية المستهلك باعتباره الأول من نوعه في مملكة البحرين يأتي مناصرا لاستيفاء الحقوق الاستهلاكية كاملة دون نقصان، على أن يلتزم المستهلك بأداء واجباته على حد سواء، على الرغم من تغير السلوكيات الاجتماعية، خصوصا ذلك التغيير الحاصل في العادات والأنماط الاستهلاكية. نحاول دائما نتأكد عدم وجود تواطؤ، غش، احتكار، هذه أشياء غير مقبولة في الاقتصاد، وبناء عليه فعندنا جهاز تفتيش في الوزارة، إدارة متكاملة تم بدأت العمل في مع بداية السنة تعمل على التأكد من عدم وجود أي ممارسات غير نزيهة في السوق تضر بمبادئ المنافسة. احنا نعتبر أي منتديات من هذه اللي تلغي الضوء على حماية المستهلك، وطبعا وتوعية للمستهلك والتاجر، يعني الكل في نفس الغارب، حماية المستهلك من أولويات التاجر. فعالية سترنو إلى أبعد ما جاءت به من أهداف، إذ ستعمد إلى توجيه جميع الأدوات الرقابية المتبعة في إدارات حماية المستهلك على اختلاف تواجدها وتوظيفها بالشكل الصحيح لتحقيق بيئة اقتصادية وتجارية آمنة ومستدامة. هذا المنتدى يشكل لقاء مهم لمناقشة كافة المواضيع التي تتعلق بحماية المستهلك، كون الجهات الحكومية لها دور كبير في حماية المستهلك، خصوصا أنها هي مسؤولة عن تنفيذ الأطر القانونية. فمثلا إحنا في هيئة تنظيم المهن الصحية لدينا العديد من التشريعات التي تصب في حماية المستهلك، ومنها أن تكون هناك خدمات صحية آمنة. معرض صاحب قيام المنتدى رغب المتواجدون في أروقته على عرض ما لديهم من منتجات وتوعية الزوار بأهم سبل الحماية والخدمات المقدمة لهم. تكون استفادة كبيرة ليس للعاملين بل للمستهلك بنفسه، طالما راح يستفيد من القوانين والتوعية وحقوق المستهلك في نفس الوقت. يكون أسهل حق الكاستمر، ويكون paperless بدون أوراق، كل شيء يكون إلكترونيك. فالإلكترونيك أحسن من الأوراق، اللي هو يكون فريندلي حق المجتمع. عروض لعديد من المواد ذات العلاقة وجلسات نقاشية بمحاورها الأربعة التي ستخوض في قوانين حماية المستهلك والمهام التشغيلية وجاهزية البنية التقنية، إضافة إلى دور أنظمة حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق وأهمية الوعي الاستهلاكي لتأمين سلامة المنتجات، وصولا إلى دور قطاع التأمين في حماية المستهلكين. منتدى بمحاوره التجارية والقانونية يصيب عين الواجب في طرق حماية المستهلك وتنشيط سلوكياته الاستهلاكية بشكل يضمن له ألا يضام عند قيامه في أي عملية تجارية مهما كان نوعها. لتلفزيون البحرين، محمد الشيدات.